يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره هبه نظر حياك الله معنا. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد، وشكرا جدا على الاضافه الجميله. الله يسلمك ان شاء الله. دكتوره حضرتك حاصله على الدكتوراه المهنيه في الصحه العقليه. دكتور يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن هذا التخصص الجميل والمهم جدا وشنو تاثيراته حتى على بعض الالام او حتى بعض الامراض، وايضا شلون الطرق العلاجيه اللي ممكن احنا نسويها من خلال افكار ايجابيه، وان احنا ممكن نبتعد عن الافكار السلبيه، وشلون التاثير مالهم ان كان ايجابي او سلبي على كل الاجهزه الحيويه والفسيولوجيه في الجسم. لكن دكتوره الادمان انواع، ودائما كل المنظمات بانواعها تحارب الادمان بكل انواعه، لكن دكتوره في ادمان نوعا ما يصير على السكر، على اكل معين من ناحيه غذائيه. كلميني عن الإدمان العقلي بشكل عام. الإدمان عبارة عن عملية اضطراب عقلي. ببساطة الاضطراب يحدث بعمليتين اللي هي المكافأة والتحفيز. فلما الإنسان يكون مدمن على الكحول أو الدراجز، يعني مخدرات كحول، ممكن كسلوكيات معينة، إدمان الإنترنت، إدمان السويت اللي الكثير من الناس يدمنون على السويت أو انفتاح الشهية في الأكل، فهذا بسبب أن العقل يعطي التحفيز وإفراز هرمون الدوبامين اللي هو المسؤول عن السعادة والإحساس بالنشوة، ولكن ما يكون في معدل متوازن. يصير إفرازه زيادة أوفر، صح، زيادة عن اللزوم، فيحس الإنسان أنه كل ما يلجأ إلى هذا الشيء اللي هو أدمن عليه يحس بالسعادة والنشوة والراحة، فيربط السعادة دائماً أن أنا إذا مثلاً كليت سويت أكثر، كليت الوجبة المعينة بسرعة. إحنا قمنا نشوف الحين إدمان الفاست فود، صح، وخصوصاً عند صغار السن، إدمان الإنترنت بشكل وايد كبير، يحسون فعلاً أن هذا التواصل هو اللي يعطيهم سعادة. يعني إذا نقسم 24 ساعة في اليوم، إذا فيها مثلاً 10 ساعات 12 ساعة، يعتبرون أن التواصل مع السوشيال ميديا في أوقات معينة هي تعتبر لهم هذه السعادة، فهذا يعتبر نوع من أنواع الإدمان. طبعاً، لأن هذا أصلاً العملية هذه لما يصير فيها اضطراب بالعقل يدخل الإنسان في اللاوعي. هو ليش الإنسان ما راح يحس بنفسه؟ هو في البداية خلاص صار عنده اضطراب عقلي بين عمليتين، نفس ما قلنا التحفيز والمكافأة، بس ما في بينهم بالانس، لا يصير زيادة عن اللزوم. صحيح. فبالتالي أن التأثير هذا ترى يحدث نوع من الخلل في الجهاز العصبي، فيدخل الإنسان في اللاوعي. مدمن المخدرات يدخل باللاوعي ويحس بالسعادة، مدمن السويت أو مدمن الفاست فود أو مدمن اللي هو الإنترنت، الجميع العقل قاعد يسوي نفس العملية العلمية. ممتاز دكتورة. زين، احنا لو بنروح شوية على الناحية الإيجابية قبل ما نوصل حق شلون احنا نغير هذه الأفكار، وشلون احنا ممكن احنا نقاوم هذا الإدمان على الإنترنت أو الناحية الغذائية أو أي نوع من هذه الأنواع، أبي أعرف دكتورة هل ممكن احنا نسوي أفكار معينة ندمن على سلوكيات ولايف ستايل صحي، مثلا اني انا ادمن على ممارسة الرياضة واربط افكار ايجابية سلبية في ممارسة الرياضة مثلا، شنو الطريقة اللي ممكن انا ادمن على امور صحية وجيدة؟ طبعا الانسان اذا حس نفسه انه هو مضطرب في ناحية معينة في حياته، كإدمان السويت، إدمان الفاست فود، إدمان الإنترنت، إدمان بعض السلوكيات اللي هي تعود على صحتها سلبياً، فما فيها شيء إنه يلجأ إلى المختص المعالج. نقطة مهمة، مو بالحبوب، مو بالكيميكلز، مو على طول يروح حق مثلاً طبيب نفسي، والنعم بالأطباء النفسية كلهم، ولكن الإنسان لا يلجأ إلى هذا الطريق بسرعة، خلي يلجأ إلى طرق برمجة العقل. ببرمجة العقل كل شيء يتغير ويتم استشفاء الجسم وطريقة معاملة الأفكار بطريقة صحية العملية. ممتاز دكتورة، راح ناخذ تفاصيل أكثر عن هذه الطريقة العملية الصحية، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع دكتورة هبة نظر.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتورة هبة، كنا قاعد نتكلم عن الإدمان، لكن بينت لنا أن في إدمانات من النوع الآخر. دكتورة، الحين لو بنتكلم عن الإدمان كناحية غذائية أو حتى مثلا إدمان السويت أو حتى إدمان الكحول أو المخدرات، دكتورة إذا في إدمان على الناحية الرياضية، في رياضيين مثلا يمارسون الرياضة بشكل وايد كبير، ممكن يعود عليهم بشدة عالية، مثلا يعود عليهم بالأضرار. هل مرت عليكم مثل هالحالات ان ناس يمارسون الرياضه بشكل ادمان وممكن يكون يعود عليهم بشكل سلبي؟ طبعا حتى الرياضه ممكن يصير فيها ادمان. حتى لما صار وقت الكورونا وتسكرت الانديه الرياضيه، صحيح. فعلا انا تواصلوا معي الكثير من الرياضيين اللي دشوا بحاله نفسيه، مو قادرين معي. فعلا مو قادرين ودشوا بحاله نفسيه والجسم اختراب، يعني حالتهم صارت أسوأ من المريض النفسي، صحيح. لأن كان عندهم إدمان للنادي وإدمان للرياضة، صحيح. فحتى لما يصير إدمان للنادي والرياضة وأنواع معينة أيضا من الرياضة، هذا يصير فيه إفراز هرمون الدوبامين مو بشكل متوازن، بشكل عالي. ممكن أنه يدمن الرياضة حتى وهو يمارس الرياضة، ممكن أنه يتلف عضلاته، صحيح. ممكن يصير تمزق، ممكن يصير فيها شيء، لأنه هو بمجرد انه دش باللاوعي، يعني غير متصل بالحاضر، غير متصل بالوعي الان، فهو كذي قاعد يضر نفسه. ممتاز. ففي العديد من الطرق لمواجهه. ممتاز دكتوره. من ضمن الطرق، يعني انا اعتقد انه في بعض المشكلات تصير عند بعض اللاعبين، وانا يعني شفتهم حالات، يعني انا مروا علي دكتوره يكون عنده اصابه معينه، الدكتور المعالج يقول له ما يصير انت تمارس الرياضه لفتره معينه، او لا تمارس هذا النوع من الرياضات لفتره. ما يقدر دكتوره، لانه نوعا ما هو مصاب في الادمان على ممارسه الرياضه وما يقدر يوقف، وهذا الشيء يعود عليه بشكل وايد سلبي، ممكن تتفاقم معاه هذه الاصابه. طبعا سواء رياضي ادمن على رياضه معينه، او الانسان ادمن على اللي هي مخدرات، الكحول، سويت، عاده، حتى العادات السيئه في بعض الناس ان مو قادرين يغيرونها لان ادمنوا عليها. ممتاز. فما فيها شيء نفس ما قلنا، لا يلجا الى الادويه، لا يلجا الى ادويه مثلا الاكتئاب او القلق، لان راح يؤدي فيه الى نوع من القلق انه هو مدمن على هذه الرياضه وما يقدر يهدها. خليه يلجا الى طرق التكنيكس اللي هي كيفية التعامل مع أفكار العقل السلبية. أمثلة دكتورة على هذه الطرق؟ يعني بشكل عام، سواء أدمن على الرياضة أو أدمن على أي عادة سلبية معينة، ممكن بطرق الوعي اللي هي Talking Healing Therapy اسمها، اللي هي بالكلام بالوعي، ولكن نستخدم فيها طرق معينة، نفس طريقة CBT Cognitive Behavior Therapy اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. هذه الطريقة فعلا تعالج الإدمان للكحول، للمخدرات، لأي نوع من الإدمان، لأن نفس ما قلنا هي البروسيس واحدة اللي تصير، عملية الخلل واحدة بين التحفيز والمكافأة اللي تصير في العقل. ممتاز دكتورة. هل هذه الطرق تشمل جميع الفئات العمرية؟ يعني ممكن إذا في مثلا أطفال في الوقت الحالي مدمنين على استخدام السوشيال ميديا والإنترنت، مدمنين على مثلا فاست فود، هل في طرق أو هذه الطرق هل تمشي مع المراحل العمرية الصغيرة؟ طبعا مع جميع المراحل، حتى مع الأميين اللي ما يعرفون يكتبون يقرون. هذا يعتمد على المختص المعالج. يعني أنا مثلا لما أقابل النوعيات المختلفة من الناس، مختلف الأعمار ومختلف الفئات، وممكن في فئات حتى ما تعرف تقرأ وتكتب، لأن هذه التقنيات لبرمجة العقل تحتاج لكتابة، تحتاج أن الواحد يردد أشياء معينة، ولكن هذا يعتمد على المختص المعالج شلون يتعامل مع الحالة، فشنو يعطيها من تمارين، شلون يحول التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. طبعاً مو بالكلام بس أقول حول تفكيرك السلبي إلى إيجابي، يعطي الحلول. طبعاً في طريقة علمية، سوي كذي بالستيبس 1 2 3. ممتاز دكتورة هبة نظر، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.